السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ التحدي التاني. مبسوط جدا 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 من الناس اللي قدروا يعملوا التحديات اللي فاتوا، وفي ناس كتير شكرت في التحديات، بس في ناس كتير بتسأل هي هتعمل التحدي ده ازاي؟ أنا قلت في الفيديوهات اللي فاتت اللي احنا هنعمل التحدي ده لمدة 30 دقيقة كل يوم. في ناس بتقول لك كوتش طب أنا ممكن أعملها الصبح، ممكن اعملها بالليل، مفيش مشكله اعملها الصبح اعملها بالليل، بس خلي بالك راعي ان التمارين بتبان لك سهله في الفيديو، وكمان التمارين مش سهله، التمارين بتبقى صعبه، فهو الافضل ان احنا نعملها مره واحده في اليوم على مدار كل يوم، وناخد يوم الجمعه اجازه، يعني احنا ولا يوم السبت ناخد الجمعه اجازه، بدانا اي حاجه خلي اليوم السابع يبقى يوم اجازه عشان نقدر ناخد ريكفري، عشان العضلات اللي في جسمنا تعمل استشفاء. فياريت يبقى مرة واحدة في اليوم، ومثلا الماكسيمم بتاع الوقت من 30 دقيقة ل 45 دقيقة. اللي عايز يزود يزود، بس ما يقرص قوي عشان خاطر عضلات الجسم، تمام؟ والتمارين دي برضه للجسم كله، أنا بعمل التمارين دي كلها للجسم كله، يعني مش للدراع ولا للضهر ولا للبطن، لا، أنا بشغل على الجسم كله عشان أقدر أستفاد. التمرين دي اسمها تمرين الهيت، تمرين الهيت دي احنا بنلعب عليها عشان خاطر نقلل نسبة الفاتس اللي في الجسم ونقوي العضلات، نقلل نسبة الفاتس اللي في الجسم ونقلل العضلات. أي حد أو أي واحدة أو أي واحد عنده مشكلة دهون في رجليه، في بطنه، في ظهره، في دراعه، في أي مكان في الجسم يقدر يعمل التمارين دي عادي، والتمارين دي كلها بتشغل الجسم كله، ما بتشغلش عضلة واحدة ولا بتشغل منطقة واحدة، لا بالعكس هي بتشغل الجسم كله، فعشان كده هي تمرين قوية جدا. يلا بينا نبدا التحدي التاني. أول حركة هنعملها هتبقى سكوات وجامب، أوكي؟ سكوات جامب، كده إيه؟ سكوات وجامب، يلا بينا نبدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هنعمل حركة ازاي؟ هننزل سكوات عالي ونزوم بايدينا لقدام، واحنا طالعين هنعمل جامب اهو، تمام؟ سكوات عادي واحنا طالعين نعمل ايه؟ جامب، تمام؟ لو محدش قادر ينزل سكوات مفيش مشكله خالص، ممكن تنزلي اللي هو وانت طالع تعمل حركه بسيطه، تمام؟ كده ناخد نفسنا تاني حركة هتبقى بوش اب ضغط ونطلع بقى جامب. في ناس طبعا مش هتعرف تعمل بوش اب الضغط، احنا نازلين كده اهو سهلة جدا، رجلينا على بعض مفرودة 1 2 سهلة جدا، أي حد يقدر يعملها. يلا بينا نبدأ 1 نزل بوش اب 2 بوش اب 3 جامب بوش اب 4 جامب بوش اب 5 جامب 8 جامب 9 جامب 10 جامب. اوكي انا بحط الدراع عرض، انا اقدر اعمل بوش اب عادي، بس انا بحط الدراع عرض عشان اوريكم الحركه هتتعمل ازاي. اوكي دي تاني حركه، ناخد نفسنا بعد كده نخش على الحركه الثالثه اللي هي هتبقى بوش اب بس من غير جامب. اوكي ننزل كده رجلينا مفروضه لورا 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 اوكي. دول ثلاث حركات، ثلاث حركات دول هنعملهم ورا بعض عشان في بريك. تمام. انت هتعملهم ازاي؟ هتعملهم 5 مرات، يعني الثلاث حركات كلها انت كده عملتها ايه؟ مرة واحدة. انت هتعملهم 5 مرات ما بين كل مجموعة، مجموعة تفتحها قد ايه؟ 30 ثانية. ما بين كل مجموعة ومجموعة تفتح 30 ثانية. كده احنا خلصنا التحدي التاني، ويا ريت يا ريت يعني عشان نقدر نفيد ناس كتير ونقدر نتحدى ناس كتير، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وأي حد عنده سؤال عن أي حاجة يسيبها في التعليقات تحت. انتوا قد التحدي. السلام عليكم.